داول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة ماجي بوبوسون وهي بتتشاجر مع امرأة قامت بضرب ابنها في أحد شوارع لبنان. وبحسب ما ظهر بالفيديو فإنه ماجي بوبوسون دخلت بمشادة كلامية حادة مع هذه السيدة في بداية الأمر اعتراضاً منها على الطريقة اللي اتبعتها الأخيرة في ضرب ابنها، ثم تطور الأمر عندما فقدت ماجي أعصابها لتقوم بالدفاع عن الطفل، واتضح أنه هذا هو مشهد تمثيلي وبداية لأوسع حملة ضد تعنيف الأطفال.